يلا ندوق اكبر خيارية مخللة في الحياة كلها. It's no surprise ان انا بعشق المخلل واي حاجة متعلقة بالملح من الاخر، يعني انا شخصية very very sweet و very very savory في نفس الوقت. عايزين بقى ندوق الخيارة دي، هي اصلا قد وشي، بس عشان انا لابسة ابيض وخايفة ان اوقع مية خيار مخلل عليا، نلبس بقى البورنوس ده. ايه اول حاجة هنعملها؟ ان احنا هنفتح ونصفيها. ايه ده، انا عايزة ادوق المية دي. روبي على الريحة. اعتقد كده خلاص صفيتها من كل المايه اللي فيها. تعالوا بس ندوق المايه الاول. جوه ملحه قوي، ربنا يستر. ايه كل دي؟ لا حلوه، صدقوا حلوه قوي، ده في ملحة قوي. اديها 11 من 10، عشان بحب الحاجات الملحة قوي. يلا بقى ندوق دول.